احنا اصلا صنعتنا نحن الغرابي لا وتوا مثلا نعملوا حوايج اخرين، نعملوا البنادر، نعملوا الدرابك، اني طورت شويه نعمل قفف زعف لخياتهم. نعمل بونا وجدنا وكلهم يخدموا في الغراب. اخويا الكبير زاد كيف هو داير قاعد الوحيد تو اللي يخدم راهو يسدي، مش حتى واحد في الخيروان، فهمتني؟ وسوق هذا هو اصلا هو سوق الغراب اللي يرى يبدا من بحدا جبل الحانفي حتى لين يوصل لل محسوب بحدا الوتين مرحله هذي. مازلنا نخدموا مع جماعه البرة، جماعه سيديانا وجماعه كيما نقولوا نحن الريف، هما اللي يخدموا برشا توا هنا، ولا يخدموا كيما نقولوا نحن بغريب الحديد وغريب البلاستيك، يخدموا زاد نحن غريب البلاستيك، فهمتني؟ بما ان السلاسلين طلعت برشا وما فماش شكون يخدمهم، ما تسمى انقرضت هي راهي. قعدنا كيك كيما نقولوا هنا للذاكره وكهو. من السبعة حتى الثلاثة فما الناس كل بلاصة وش تستعمل. لو نحن هنا في القروان نستعملوا سبعة، نبدأ من الدقيق، الدقيق الثاني الطلاع والكسكسي، الكسكسي الأول والكسكسي الثاني والشعير والمحمص. فما واحد آخر نستعملوه قليل هو يتسمى البركوكش الخشير، فما ديار معينة تستعمل هذوما السبعة. المستقبل ما عادش برشا في الغربات، المستقبل تعرف وين، المستقبل في الكفه، المستقبل في البنادر. فهمت؟ ونخدم انا حتى للزياره ونخدم الكل، خاطر نعمل ديكوراسيون نعمل كل شيء تخزر. فهمت؟ وهذا ريتم الدرابك مثلا نتاع الحزب تنجم تقول المستقبل غادي يوفى من الجديد تبقى صنعه كبيره.